يا باشا اداني الدوخة خد فيه هذاك ماما فاش كان كيبيكيوني انا كي تغرغرو لي عيني ما عرفتش علاش اش قاده كان نستحمل ديك الاباري وداك الشيء في دابا نبقى ندير لكم لي فلوغ من لو شيم. اليوم لي غيم وصلت لو رونديفو هادي السبعة ونص ديال الصباح، جيت بكري وقالوا لي ما ديريش الميك اب، والمهم دابا غادي نوجد راسي. قال لك ما با دو جور يا سي انتي واحد. المهم بغيت قوت الشكاوي، المهم وصلتني النوبة. انا في لو شيم كوم دابيتود نحيد كل شيء، قال لك صوف الاندروير والتقاشر، مي سينا كل شيء قال لك خاصو يتحيد. دونك دابا لو ديزابياجون بعد لا سويت نشوفوها. وقبل بيان ايفيدامون خصك تعمر واحد لوكيسيونير طويل فيه جوج ديال الصفحات، وهنا داروا لي لو برودوي. شو لا تاتش بون، عاد فهمت علاش قالوا لي ما ديريش الماكياج، حيت كتحطو جاك على ان تروك اي فو با لو تاشي بيان ايفيدامون. ساليت خدمني 15 مينوت، مي دابا شداني الدوخه ماشي طويل، كيجي وكيستقبلو كيديرو لك كتعمر ان كيسيونير واش عندك هاد لاليغ شي واش انت واحد 20000 كيسيون. والمهم خصهم يتاكدوا ان كلشي مزيان قبل ما يديرو لك لي ايرام. اي ابري من بعد كت دارو لي البرودوي هنايا. هذاك المومون فاش كان كيبيكيوني انا كيتغرغرو لي عيني ما عرفتش علاش، مبقيتش قادة كنستحمل هذا نستحمل ديك الإباري وداكشي. في الأول تالمو كان عندي الجهد وكنت قوية إيطو، دابا غير كنشوف راسي كانت بيكا ولا شي حاجة كيبقى فيها راسي كتغرغرو لي عيني. وجديت راسي كنقول عندك تبداي تبكي عاوتاني ديري بحال في لا موموغرافي لا تخلعيهم. لو برودوي كيديرو حتى لي 5 ديغنيغ مينوت دو ليكزامان. دخلت قدي قدوك داكشي فريمون مزيان، فين تحط حوايجك، فين سميتو دغيا و كيعطوك الخاطر ايتو، كيعطوك لي هادوك كديرهم في ودنيك كيقادوك و تيعطوك في يديك واحد بحال اون تيليكوموند ضغط عليها بحال اون بول ضغط عليها اوكا و كانت شي حاجة. مزيان 15 مينوت ميم با سالات القضية دغيا. البرودوي ملي كيت انجيكتا كي كل مره كتقولي شحال الوقت خاص، والبرودوي ملي انجيكتا حسيت به جو بونس هو اللي دارني شويه، وقالت لي راك ايوا واش عندك دارك شويه في حق حلقك حلق بحال دايخه شويه بحال مرفوعه اون فات. ايوا هادشي اللي كاين، نجلس بشويه عليا حتى نتوقد عاد غن نخرج. مي فريمون حاجه عجيبه انك تمشي ما عندكش همشي تشري البرودوي من لا فارماسي وتجيبو، ولا تخلص البرودوي ابار باسكو ما داخلش في لا بريز اون شارج. انا كنت كنعقل لي ما مير الاولى اللي كنت غادي ندير لا دوزيام، هي فاش درت لا بريز اون شارج الاولى كنت خلصتها نيشان. لا لي غي ما مير كان فيها انني خاصني نمشي نجيب لو برودوي ما لا بريز اون شارج ديال لا ميتوال ما فيهاش لو برودوي داكور. دونك عطاتهم لا بريز اون شارج، قالت لي اه وا خاص لو برودوي، قلت لها ما عندكمش، قالت لي لا كيتشرب من لا فارماسي. ايوا دونك عطاتها الفلوس والورقه ديال ميتيل باش يعمرو ليها، كيدير جو بونس 700 درهم شي حاجه بحال هكا. وعاد جاب الله بعدا مشى تسخر السيد اللي خدام عندهم باش جابو. مي هنا ما كتهزش الهم، تهزش الهم تعمر ورقه ولا تجي بريز اون شارج اولا تخلص اولا تحط شاك اولا دير اي حاجه. زعما الناس كيتشكاو على ان السيستم د كندا خايب، واخا خايب باش حيت فيه التعطال بزاف، ولكن التعطال حيت كيبريوريزيو الحالات اللي مستعجله. الحالات اللي ماشي مستعجله صبر صبر، ما عجبكش الحال بدل البلاد، هادشي اللي كاين رجع. الا عجبك الا ما عجبكش الحال رجع. وي البريفي مزيان تما كتقضي الغرضات مزيان، مي في قوة تمرميد كتجمع كل مرة 20000 ورقة. انا شحال من ورقة تبيريمات ليا، حيت تو سامبلومون راه ما يمكنش مي كيكون عندك دي تريتمون بحال العلاج
دي تريتمون اونكولوجيك لعلاج السرطان راه 20,000 اكزاما كدير في السيمانه وانت اصلا مرفوع. دونك كتبقى كتجمع دوك الوراق، الا هادي نسيت ما كاشطيها لي، الا هادي خصني نمشي نجيبها من هاد لافارماسي، الا خصني ندير الروينه الكحل كل مره لصق قطع داكشي ديال الدواء لصق ودير. والعشيه كان عندي لانجيكسيون زولادكس. جو رياليز بلي رانا كتكون عندي اموموغرافي، كتكون عندي زولادكس. كنتسنى نوتي دوزا ونرجع للدار ونكمل ليكم من بعد. 2000 years later. لا سويت ماشي من كندا، من بلاد اخرى تعطلوا لي ريزولتا ماشي بزاف. المهم مازال ما وصلونيش لي ريزولتا، دابا دازت واحد جوج ولا ثلاثه د السيمانات مورا ما درت لي غير مامير. و دابا رمضان وانايا كاينه في باريس، جيت لباريس هنايا عند خواتاتي. ان شاء الله الا كتب من بعد غادي نمشي المغرب، وخليت التليفون ديالي في كندا وعند دي زامي اللي غادي يشوفوا الا غتعيط ليا لا كلينيك باش يقولوا ليا شنو هما لي ريزولتا ديال لي غير ما مير. دونك جيت اليوم فريمون بغيت نهضر لكم على المراقبه والمواعيد ديالها وشنو هما الاحاسيس اللي كيشدونا. انا هاد العام كانوا بزاف ديال المراقبات اللي درت جوج ديال لي ماموغرافي. ما كنتش كندير لي ماموغرافي في المغرب، درت لا ماموغرافي من قبل اول مره، نهار كان الشك كيكون عندي سرطان، نهار لقيت ديك الكتله في التا ديال الايمن. ومن بعد ما بين والو لا ماموغرافي، واخا كنت كنحس بديك الورم كاين، ودرنا ليكوغرافي كيبان فيه ولكن لا ماموغرافي ما كتبانش. هادشي شرحته لكم، قلت لكم لانه النساء الصغارات الشابات اللي ما عمرهم رضعوا تتكون عندهم لا غلوند مامير، يعني التدين ديالهم كيقولوا لهم دونس كثيفين ما فيهمش الشحمه، دونك هذيك الشيء ما كيخليش لا ماموغرافي تبين لينا الاورام السرطانيه مزيان. ملي مشيت لكندا قالوا لي لا خاصك ديري لا ماموغرافي ولي غير مامير بجوجهم لانهم مهمين. قلت لهم شرحوا لي لانه على حسب فهمتي انا عندي لي سان دون سباقه صغيره، ما غادي تبين لي لا ماموغرافي والو، علاش غادي نديرها؟ الا نتوما عندكم الزحام ولا ليست داتون طويله وهذا الشيء كود دو لارجون، علاش بغيتوني ندوز لا ماموغرافي ندوزو لي غير مامير نيشان؟ وما تيقولوا لي لا لانها مهمه ايضا وخصك ديريها حيت كتبين واحد لي ميكرو كالسيفيكاسيون لي نقدروا نشوفوهم ونعرفوهم. المهم سي كومبليمونتير، وكنعقل هذه الهضره كان قالها لي ديجا الطبيب ديالي في المغرب، قال لي راه كل حاجه مهمه، ليكوغرافي مهمه، لا ماموغرافي مهمه، لي مامير مهمه، لكن ما غاديش يديروا لكم هذا الشيء كامل. داكشي علاش كيشوفوا الحاجه اللي هي انسب لكم، وفي الحاله ديالي انا في المغرب كانت هي لي مامير، دابا هنايا بغاو يديروا لي حتى لا ماموغرافي درتها. دونك خرجوا درت الاولى، عاوتاني عيطوا لي شهر من بعد باش يقولوا لي الثانيه. ملي مشيت درت الثانيه شنو غادي نقول لكم، زعما سبحان الله العظيم تخلعت، وهي كانت اخر فيديو اللي درت لكم وحطيت لكم هنايا، شبعت بك الصراحه، ولكن الحمد لله عيطوا لي وقالوا لي لي ريزولتا مزيانين، لكن واخا هكاك خاصك دار لي غير. دونك ما عرفتش راسي واش غادي نقدر نقول لكم بلي راه هاد الموعد ديال المراقبه ديال هاد العام داز مزيان اولا باقي خصني نتسنى. دابا عيطات لي الطبيبه قالت لي الحمد لله زعما لا ماموغرافي مزيانه ولكن غنديروا لي غير. دونك انا بور موا طونك ما وصلنيش كاع لي ريزولتا كاملين، ما غاديش زعما كي ما غادي تقول لي الحمد لله كلشي مزيان هذا العام حتى ندير لي غير مامير ونشوف لي ريزولتا ديالها. دونك انا كنتسنى دابا كيتعطلوا في لي ريزولتا باش يجاوبوك، هي كاك داير السيستيم لكن كتمشي وكدير كلشي فابور، راك دخلت خرج بدلت عليا. والحاجه اللي زعما سبحان الله العظيم كتوقع عليا اللي ما فهمتهاش شنو هاد الصدفه هادي، انه نهار درت لا ماموغرافي الاولى كانت عندي زولادكس بالعشيه، نهار عيطوا لي باش يقولوا لي عاودي لا ماموغرافي الثانيه كانت عندي زولادكس بالعشيه، ونهار درت لي غير كانت عندي زولادكس بالعشيه. دونك ما فهمتش اش هاد الصدفه هادي، لان غير صدفه ماشي جات حيت بغينا نلاقيوهم. لي رونديفو ديال زولادكس كناخذهم كل 29 يوم، ولي رونديفو ديال الاخرين كيجيو على حساب هما امتى لقاو البلاصه باش يدوزوني. دونك انا غادي نجاوبكم ونقول لكم شنو كاين، وكنبغي فريمون فريمون انني مراقبه الله يرحم لكم بها الوالدين مهمه جدا جدا جدا، لانه الفحص بكري بالذهب مشري. كنعاود ناكد عليها
واخا كنأكد ونعاود نهضر على هاد الشيء وكيجيب لي الله بلي راه الميساج مفهوم، لكن للاسف كيوقعوا عاوتاني بعض الحالات اللي كنسمع ديال ما درش الكونترول، او لا من غير انه ما كديرش الفحص المبكر، او لا لقات فيها شي حاجه وما مشاتش تشوف اشنو داك الشيء. حتى كينتشر مرض السرطان في الجسم، لقيناها عديسة صغيرة، لقيناها حبوبة، لقينا أي حاجة ماشي عادية تبدل تدي ديالك الشكل ديالو، بداو شي إفرازات ماشي هما هادوك الأعراض، نحطهم لكم هنا في هاد لا فيديو. هادي أي حاجة غير عادية الله رحم لكم بها الوالدين، سيروا شوفوا الأطباء. راه أنا كون نهار لقيت هذيك الحجرة في التدي ديالي وكنت صغيرة وكنت كنقول ولا راهي شي حاجة عادية، كيفاش غيجيني أنا السرطان؟ راه يقدر بوتيتغ دابا ما كنش غنكون دايره بهكا. الله يعطيكم الصبر، ما تنساوش المواعيد المراقبة ديالكم. مواعيد المراقبة كتبدل من شحال من عام دوزنا باش سالينا العلاج. أنا باش بديت كنت في المغرب دائما عندي بيت سكان في العام، وليا غير مامير مرة في العام، وعندي لو بيلون بيولوجيك التحاليل ديال الدم مع ان اكزاما كلينيك، يعني كنمشي كندير واحد الفحص عند الطبيب ديالي وكيشوفني في العامين الاولى مورا ما ساليت العلاج اللي كان هو ليرسبتين، مورا ما ساليت العلاج القاسح كنت كنديرها لمده سنتين كنت كندير هذا الشيء. كل 3 شهور كنمشي نشوف الطبيب وكندير ليه التحاليل ديال الدم كنشوفوا فيها الكبده، كنشوفوا فيها الكلاوي، كنشوفوا فيها المناعه، كنشوفوا فيها فقر الدم، كنشوفوا فيها الحوايج اللي كيعطونا واحد الفكره على الجسم ديالنا كيفاش داير. وملي كتسالي ديك عامين كيولي كيكون عندك تشوف الموعد ديال الطبيب كل 6 ديال الشهور، غادي تمشي ودير فيه الفحص التشخيص وغادي يقلبك، وفي نفس الوقت غادي تعطيه البيلون بيولوجيك اللي هو التحاليل ديال الدم باش نشوفوا ذاتنا كيفاش دايره. كندا مختلفه، كندا ما كيديروش هذه القضيه هذه ديال الطبيب تشوفه كل 3 شهور ولا كل 6 شهور ولا اون توكا. انا وصلت عندهم مورا 3 سنين جاوا قالوا لي كنشوفوا حنايا الناس في الحاله ديالك غير مره في العام. دونك انا يا الطبيبه نهار عيطات ليا قالت لي غادي نعطيك لو رونديفو ديجا بريفو في شهر 12 ان شاء الله باش ندير لا ماموغرافي، غادي ندير لا ماموغرافي ومن بعد ليا غنعاود ثاني وهي هكا غادا. دونك الله يعطيكم الصبر، كنأكد على هاد القضيه هادي، ما تنساوش مواعيد المراقبه ديالكم ما تنساوهمش، خاصه دابا نتوما دابا في المغرب اللي عنده لا ميتوال، اللي عنده لا ميتوال كنأكد عليها، اللي عنده لا ميتوال في المغرب مزيان، اللي عنده لا ميتوال ما تنساش مواعيد المراقبه ديالك. والناس اللي لقاو شي حاجه في شكل سيروا عند الطبيب ما تخافوش، الله يعطيكم الصبر ما تخافوش. علاش كنهضر بحال هكذا؟ انا هاد الهضره هادي راه جاب لي الله صافي بحال طلعت لكم في الراس، ولكن للاسف الناس ما كيسمعوش الميساجات، الناس ما كيسمعوش الميساجات. دونك خصني ناكد عليها ونعاود ناكد عليها ونعاود ناكد عليها، لانها واخا هي بديهيه لكن للاسف ماشي كلشي كيدير بها. هادي من هاد الناحيه. من ناحيه اخرى بغيت غير نقول لكم زعما على قبل لي غام مامير في كندا دازتني اسهل من لي غام ديال المغرب، وكانت اقصر، وكيديروا البرودوي حتى كتكون ديك 5 دقائق ولا 10 دقائق قبل ما نسالي ليكزاما، هو اصلا فيه حقني شي 15 دقيقه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كانوا فريمون رابيد، ولكن من بعد ما مشيت ودرت زولاديكس بالعشيه دخلت للدار شدتني واحد تبويقه واحد تبويقه ديال ما بين النعاس ما بين هذا، كانت عندي لا ريبيتيسيون دلاكوغ والله ما مشيت ليها. دونك هذا ما كان. الناس اللي كيسولوني في التعاليق عافاك اختي لقيت فيا هادي عاونيني، انا راه ما نقدرش نعاونك، كي غنقدر نعاونك واش انا نقدر نعاونك غير من خلال تعليق وغنقول لك اه هي راه شي حاجه في شكل، اولا نقول لك لا ماشي شي حاجه، لا ماشي انا اللي غنعاونك، وتا واحد ما غيعاونك من غير الطبيب. الطبيب هو اللي غادي يقول لك اشنو عندك، لانه خاصو يشوف غيقلبك، غادي يشوف غادي يقيس ديك الورم كيفاش داير، الا شك شي حاجه غيقول لك دير لا ماموغرافي ولا ليكوغرافي ولا ديرهم جوج ولا دير لي غام، وعاد ديك الساعات غادي يبان واش داكشي في شكل ماشي شكل. الا شكوا بلي راه كاين شي حاجه
ديك الساعات غيقول لك ناخذوا لا بيوبسي اللي هي الخزعه وغادي نشوفوا داكشي نحللوه، غادي ناخذوا لك عينات من داكشي ونشوفوا. لكن الله يعطيكم الستر، هاد الميساجات ديال كوثر لقيت جاوبيني عافاك جاوبيني، راه ما اش غنجاوبك نقول لك ما نعرفش. وانتي يا دابا بهذا الستريس ديال جاوبيني جاوبيني جاوبيني، يعني باينه مخلوعه، ولا مخلوعه سيري عند الطبيب. ما تخافوش مشو عند الطبيب، كنقولها ونعاود ناكد عليها، كنقولها ونعاود ناكد عليها، ويا ربي الميساج يتفهم. لانه راه انا كنستغرب كيفاش الناس اصلا يقدروا يسولوا هذا السؤال، كيفاش واحد كيجي كيهضر مع شي واحد يلا لقاه طاح في اليوتيوب ديالو ويقول له انا لقيت عافاك قول لي واش عندي شي حاجه في الشكل ولا ماشي في الشكل. هاد الشيء راه كيبغي يحمقني، لانه راه ما يمكنش. وما تسولوا حتى حد، دابا انا سولتيني انا غير في يوتيوب، تقدري تمشي تسولي شي واحد اللي حداك وتقول له عافاك قيس قيس قول لي واش عندك انت بحال هاد الشيء ولا لا. ما كنديروش هاد الشيء هكا، كنمشيو عند الطبيب، الطبيب هو اللي عارف. الله يعطيكم السر، الطبيب هو اللي عارف. وعلى هذا الشيء غادي نساليو هذا الميساج بحال هكذا، غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد. انا كاينه في باريس المضببه المضببه هذا العام، ما كاينش البرد، ما في كندا اصلا حتى هي ما كانش فيها الثلج بزاف، ما جاهمش البرد بزاف. ما عرفتش واش هي كندا اللي بغات دير معايا مزيان هذا العام، بغات تقول لي مرحبا بك ما بغيناش نخلعوك من هذا العام الاول، دونك الليفر ساهل ما نعرف، او لا هاد الشيء ديال الاحتباس الحراري والله اعلم فين هاد الشيء فين غادي. هذا ما كان، كنتمنى تكون كدوزوا ايام سعيده، بروفيتيو من العائله ديالكم، بروفيتيو من هاد الاجواء الزوينه الغزاله بزاف، بروفيتيو من الحياه، نساو عليكم الهم. وغادي نرجعوا في فيديوهات قولوا لي شنو هما المواضيع اللي بغيتونا نهضروا عليها باش نوجدها لكم ونهضروا عليها باذن الله. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، فطوركم مبروك، وما تنساوش الحياه زوينه بزاف. السلام عليكم.